بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى علي المرتضى وعلى الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى فاطمة الزهراء وعلى الإمام السجاد وعلى الإمام الباقر وعلى الإمام الصادق وعلى الإمام الكاظم وعلى الإمام الرضا وعلى الإمام الجواد وعلى الإمام الهادي وعلى الإمام العسكري وعلى مولانا صاحب الزمان أئمتي وسادتي وقادتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى في الدنيا والآخرة. قولوا معي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى.